السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة ان شاء الله. النهاردة انا جايلكم فيديو سريع جدا، وان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم قوي. في الفيديو ده ان هو ازاي تشغل الاضاءة بتاعت الساعة الجي شوك اوتوماتيك، بمجرد ما انت ترفع ايدك لفوق تشتغل، تنزل ايدك لتحت تطفي. الإضاءة يا جماعة، يعني عشان ندخل في الموضوع على طول، الإضاءة بتدوس من هنا بتشغلك الإضاءة شغالة هيك، بعد كده بتقف تدوس تاني تقف وهكذا. أسهل حاجة عشان تشغلها تبقى أوتوماتيك، تروح عامل إيه؟ تروح دايس هنا وهتشتغل أيوة، وبعد كده تطفي لمدة فترة كده، يعني 5 6 ثواني كده. تمام، أنا كده دوست عليها شوية. أنا هبعد إيدي الساعة كده، أي مسطح، أو ما أعمل كده هتشتغل، تعمل كده تاني، أو ما أعمل كده هتشتغل، وهكذا. اهي انت بتبقى ايدك مسطحه، بتبقى نايمه كده، زي ايدي دلوقتي، ايدي دي بتبقى نايمه كده، فانت بتبقى الساعه بتبقى نايمه كده بالظبط كده، مش هتشتغل. بمجرد ما بترفعها لفوق كده تبتدي تشتغل، ده السنسور بتاعها. تمام، طب انا عايز اطفي الموضوع ده. في ناس اصلا اقول لكم ليه الموضوع ده، في ناس بتحتاجه زي مثلا في الضلمه، مثلا شغالين مثلا في صحراء، في اماكن مظلمه كتير، فبيحتاجوا ان هو اول ما يرفعوا ايديهم يشوفوا الساعه على طول. من ضمن يعني عايزين مثلا نوقفها، هنوقفها ازاي؟ برضو تعمل نفس الخطوه، تروح دايس كده دوسه طويله حوالي 5 6 ثواني وهكذا، يعني سيبنا ايدينا اهو، نعمل ايدينا كده مفيش حاجه اهي، دي الساعه اهي، نعمل ايدك كده مفيش حاجه، كده كده مفيش حاجه، كده مفيش حاجه، بس كده. بس يعني ده اللي حبيت اوريه لكم، والاضاءه شغاله يعني عموما يعني. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وما تنسوش طبعا لدعمي، تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه، ويعني لا اذا يعني اذا تكرمت تنشر الفيديو يا جماعه، وشكرا جدا ليكم.